الريفيه بقى والنهارده والفنون الاجتماعيه، وتقولي لنا وصف لهذا المعرض الجميل اللي هو اول مره بيتم على ارض محافظه المنوفيه داخل الاستاد الرياضي بشبين الكوم. احنا والله قلنا نعمل حاجات عشان تبقى الاسره البسيطه تبقى عندها اكتفاء ان هي تقدر تشتري الحاجات اللي هي طبعا السوبر ماركت والافران العاليه. احنا قلنا نساهم ان احنا نعمل حاجات ما احنا ما نبصناش للربح على قد ما بصينا ان الاسره البسيطه تقدر تشتري مننا وتقدر يعني تفرح اولادها في العيد. عملنا مخبوزات وعملنا في معارض في برضه مخبوزات وحاجات وعملنا ترشي وعملنا. انا عايز اقول لك على حاجه، انتوا عاملين مشلتت كمان اهو يعني فطير. اللي بيتميز بيه وفطير بالمنوفيه دايما. أيوة. بتتميز بالمشلتت والفطير. عملنا كل ده عشان كل الاسر البسيطه تقدر تفرح اولادها في العيد ان شاء الله، عيد الفطر المبارك. وقلنا برضه ان احنا حاجه رمزيه ما وصلناش للربح نهائي، يعني احنا في اسر منتجه عامله وفي جمعيات. انا مشروعي انا بعمل في بيتي، انا رائده رفيه تبع الاستاذه منى. بتعملي في بيتك؟ انا بعمل بتكلفه عاليه ولا لا؟ والله التكلفه بسيطه جدا. نفس التكلفه بل عادي زيها ولا اقل التكلفه؟ 15 جنيه تبقى بكام؟ لا هو صاحب واحد كلنا سعر واحد، لان احنا هم برضو الجمعيه يعتبر شغل بيتي زي ما انا عامله في بيتي لاولادي وحاجه نظيفه. السمنه بقى والحاجات اللي هي يعني بلدي والله سمنه كده وكده يعني عشان ما تضيفش عليك مش بلدي صافي. انا بعملها يعني مخلطه بس جميله جميله وبتخلي تبقى خفيفه عشان ما تبقاش تقيله ولا دسمه على عشان طالعين من الصيام طبعا. النهارده واحنا يعني فاضل ايام قليله وعيد الفطر على الابواب. اقول لها شكرا فعلا لان هي القناه الوحيده اللي جت عملت معانا وصورت معانا في مجهود الرائدات الريفيات اللي تبع شؤون المراه، استاذه منى حسين، استاذه منى جاب الله، والمشكوره كتله الوزاره استاذه اماني. وبصراحه مجهود كبير ورائع من الرائدات ومن كل اللي شغالين في وزاره التضامن الاجتماعي، وبشكرك وفعلا قناه جميله وهي اللي صورتنا.